والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله. أعزائنا طلاب الصف الثالث الثانوي مع حلقة في فرع من فروع اللغة العربية وهو النحو العربي. معنا الوحدة الثانية تتحدث عن الأبنية وهذه الأبنية تتمثل في المشتقات. نأخذ من هذه الأبنية المشتقات. المشتقات هي أسماء، يبقى المشتق اسم مأخوذ من الفعل، اسم مأخوذ من الفعل. هذا الاسم قد يكون اسم فاعل أو صيغة مبالغة أو اسم مفعول أو اسم آلة أو اسم تفضيل أو اسم زمان أو اسم مكان. نبدأ أولا باسم الفاعل. اسم الفاعل يا جماعة هو الذي يدل على من قام بعمل الفعل أو اتصف به، ويأتي من الثلاثي على وزن فاعل. لما نقول فاهمة، اسم الفاعل منها هنزود ألف بعد أول حرف، لأن فاهمة ثلاثة أخرج، فأقول فاهمة فاهم، يبقى اسم الفاعل فاهم. هنقول عليه اسم فاعل ثلاثي. إزاي هنقول عليه ثلاثي وهو أربع حروف؟ لأ، هو ده اسم فاعل ثلاثي لأنه مأخوذ من فعل ماضي مكون من ثلاثة أخرج، وهو الفاعل فاهمة. ضرب اسم الفاعل منها ضارب على وزن فاعل، وده اسم فاعل ثلاثي نسميه اسم فاعل ثلاثي لأن فعله الماضي ثلاثة أحرف. أكل اسم الفاعل منها آكل. سعى اسم الفاعل أوقاتها لقاها مكتوبة كده ساعد، بتكتب بهذا الشكل، تكتب بهذا الشكل وهذه الصيغة عندما يكون اسم الفاعل نكرة منونة مرفوعة أو نكرة منونة مجرورة، فتكتب ساعد. أما إذا جاء الألف واللام فتكتب الساعد، لو جاءت منونة بالفتحة تكتب ساعيا، لو جاءت مضافة تكتب إيه ساعي المحكمة فليأترى. زيها قاض، قضى قاض ودعا داع. طب اسم المفعول الفاعل من غير الثلاثي ميم مضمومة وكسر ما قبل الآخر. تعال علشان نطبق مع بعض، يلا. نظم اسم الفاعل منها منظم، عظم هنقلب ايه، هنحط ميم مضمومه ونفتح مع قائل نكسر ما قبل الاخر، يبقى عظم معظم، انتصر منتصر، جاهد مجاهد. كده ده اسم الفاعل. هل اسم الفاعل يسمى ويجمع؟ نعم، اسم الفاعل يسمى ويجمع. فقول ايه، شاهدت اهي الرافعين راية الحق، الرافعين راية الحق، يبقى الرافعين دي اسم مين يا جماعة؟ اسم فاعل، جه جمع هو عادي، وعلى فكرة ده اسم فاعل عادي كمان عشان في ألف ولام زي ما هناخد إعمال اسم الفاعل دلوقتي. طب اسم الفاعل إذا تكرر منه الحدث كثيرا فهو صبر مرات عديدة، صبر أقول إيه؟ فلان كثير الصبر أم أقول صبور؟ قال لك لأ، بدل ما تقول فلان كثير الصبر أقول فلان صبور. صيغة المبالغة تأتي على وزن من خمسة أوزان، هذه الأوزان هي فعال، مفعال، فعول، فعيل، فعل. زي إيه؟ فعال علام، وفتاح، غفار، قهار. طيب مفعال زي معقار، مغوار، أحجار، معوان، الوزن السادس. فعول صبور مثل صبور وشكور وكتوم وغفور وخلوق. أقول هو صبور على الشدائد، هو شكور نعمة الله يعني كثير الشكر، هو كتوم أسرار أصدقائه يعني هو كثير الكتمان، هو غفور أخطاء أبنائه يعني كثير المغفرة، هو خلوق في أفعاله يعني أخلاقه كثيرة. طيب فعل زي عليم، أقول الله عليم بما نفعل يعني كثير العلم، سميع لنا، بصير بنا، يبقى سميع وبصير وعليم وقدير، هذه صيغ مبالغة. طيب فعيل زي عليم وبصير وإيه؟ طيب في زيها بالضبط بس الدنيا يقول عليها فاعل، قلق. أقول واحد أنت قلق، لماذا أنت قلق؟ يعني لماذا أنت كثير القلق؟ أنت فطن، يعني إيه معناها؟ يعني مدرك ومنتبه، فطن يعني كثير الإدراك والفطنة والانتباه، نهم، لبق،
تعمل يقظ ويقظ دي بتقابلنا كتير جدا في التدريبات اللي عندنا. اسم المفعول كده خلصنا صيغه المبالغه. اسم المفعول اسم مشتق من الفعل، اسم متاخد، نخلي بالنا يا جماعه بالله عليكم، اسم المفعول ماخوذ من الفعل المبني للمجهول. اذا جاء لك باسم مفعول، اتى لك في الامتحان باسم مفعول وطلب منكم منك فعله الماضي، فلا بد ان يكون مبنيا للمجهول. لما نيجي نقول ضرب، اسم المفعول منها مضروب، فهم مفهوم. لو جاء بفعل ماضي اجوف، يعني في الوسط حرف عله زي قال وداع، بنجيب المضارع بتاعه ونقل من ياء الى مين، يبقى قال يقول، اسم المفعول منها مقول. باع يبيع تبقى مبيع. طب لو جابني حرف العله في الاخر، ثلاث حروف اخرهم حرف عله، قضى يقضي، اسم المفعول منها مقضي. رجا يرجو مرجو، دعا يدعو مدعو، زها يزهو مزهو. يبقى انت معاك مزهو ومرجو صيغه مبالغه من الثلاثي. طب هذا كلمه ولادنا الطلاب بيغلطوا فيها دايما، هذا اسم المفعول منها ايه؟ هنجيب المضارع تبقى يهيب، اسم المفعول منها يهيب بفتح الميم، مهيب مهيب من غير الثلاثي، ميم مضمومه وفتح ما قبل الاخر، زي عظمه اسم مفعول منها معظم، استعان مستعان. هناك افعال اعزائي الطلاب ياتي منها اسم الفاعل واسم المفعول بشكل واحد، يعني هلاقي الكلمه بنفس الكتابه لكن الجمله هي التي تحدد هل هذه الكلمه اسم فاعل ام اسم مفعول. بالمثال يتضح المقال، اجتمع، هنقول الاب اسم الفاعل منها مجتمع، اقول الاب مجتمع بابنائه. تالي اجتمع الاب مجتمع، يعني الاب هو اللي عمل الاجتماع. طيب عايزين نجيب منها اسم مفعول، هقول الابناء المجتمع، يعني الابناء الواقع عليهم الاجتماع، المجتمع مع قبل الاخر فتحه. طب ما كان نطقها ايه؟ كان نطقها الاب مجتمع، الابناء المجتمع بهم مؤدبون. اختار، عايزين نجيب منها اسم فاعل في الجمله، بقول الاب مختار إنه لأداء مهمة. عايز أخليها اسم إيه؟ اسم فاعل منها اختار، قلنا الأب مختار ابنه، يبقى ده اسم فاعل. عايزين نجيب من اختار اسم مفعول، هتقول الابن المختار لأداء مهمة، أهل للثقة. الابن المختار يعني الابن الذي وقع عليه الاختيار لأداء مهمة، أهل للثقة. اشتاق، هتقول الأب مشتاق لأبنائه. طب عايزين نجيب منها اسم مفعول، الابناء المشتاق اليهم متفوقون. طب اعتز، عايزين نجيب منها اسم فاعل في جمله، الاب معتز بابنائه. طب عايزين نجيب منها اسم مفعول، هقول شاهدت الابناء المعتز بهم. طيب لما نيجي بعد كده لاسم الاله، خلي بالك اوزان اسم الاله، في حاجه اسمها اسم اله قياسي واسم آلة سماعي. اسم الآلة قياسي، مبرد فعلها برد، عشان كده قالوا قياسي. يعني ايه؟ الفعل الماضي بتاعها برد، بمسك المبرد افضل ابرد او انحت في حاجه، والمبرد يؤدي نفس الوظيفه. يعني اذا كان اسم الاله وفعله بمعنى واحد، يبقى معناها ده اسم اله مشتق، يعني قياسي. فاسم اله القياسي معانا سبع اوزان اهم، مفعل زي مجهر ومبرد ومعول، مفعال زي منشار ومفتاح ومقياس، ما ايه مفعل زي مسطره، فعال زي براد، فعاله زي خزانه، فاعول زي حاسوب، فاعله زي ساقيه. كل ده بقول عليه اسم اله قياسي. طب السماعي زي ايه؟ اسم اله سماعي زي ايه يا جماعه؟ قال لك اسم اله سماعي زي، لما بقول قلم، لما اقول ساطور، لان القلم الفعل بتاعه قلم او قلم بمعنى قص، يبقى القلم بنكتب بيه، لكن قص ديت يبقى معناها ان اسم الاله لا يتوافق مع فعله في المعنى. فمن هنا قالوا بان قلم اسم اله جامد، لانه لا يشبه فعله في المعنى.
ننتقل إلى الدرس الخامس وهو اسم التفضيل، اسم مشتق من الفعل ليدل على أن اثنين اشتركوا في شيء وزاد أحدهما على الآخر في هذا الشيء. فمثلا محمد كبير وأحمد كبير، لكن محمد سنه يفوق أحمد، فنقول محمد أكبر من أحمد. يبقى أكبر هنا بقول عليها اسم تفضيل. طب لو لقينا محمد أكبر واحد في اللي جالسين أقول محمد هو الأكبر. طيب لو جينا لمن ولتكن اسمها فاطمة فقول فاطمة هي الكبرى، يبقى اسم التفضيل من الثلاثي على وزن أفعل، ده المذكر ومن وإيه من المذكر، لما يجي المذكر هو الأحسن أو هو الأكبر، يبقى يأتي على وزن أفعل للمذكر ويأتي على وزن فعل للمؤنث. اسم التفضيل على وزن أفعل للمذكر على وزن فعل للمؤنث. طب إيه خير وشر وحب؟ لما أقول محمد خير الطلاب، خير هنا اسم تفضيل سماعي، هو شر الطلاب اسم تفضيل برضه سماعي، هو حب الطلاب أو أحب الأعمال إلى الله الصوم، نشيل الألف تبقى أحب الأعمال إلى الله الصوم، يبقى ده اسم تفضيل سماعي، اسم تفضيل سماعي. اسم الزمان يأتي من الثلاثي على وزن مفعل ويكون قبله ما يدل على السلام. هقول الصباح مهبط الطائرة، يعني زمن هبوط الطائرة. طيب الليل موعدنا، يبقى موعد هنا ايه؟ الموعد هنا اسم زمان. طيب الصباح ملتقى الطلاب، ملتقى هنا اسم زمان لأنه هو عايز يقول لك الصباح زمن الالتقاء، فملتقى هنا هتبقى اسم زمان. طيب ندخل بعد كده على اسم المكان، بيجي على وزن مفعل او مفعل، يا اما من مضمومه وفتح ما قبل الاخر. المطار نهبط الطائره، يعني مكان هبوط الطائره. طب من غير الثلاثي بقول المطار المدرسه منطقة الطلاب، يعني مكان الالتقاء، مكان مين؟ الالتقاء. طيب لما نقول سرنا في مناحي عديده، خلاص خلي بالك مناح دي هتجينا في امتحان من غير يه، فهتتكتب مناحن. مناحن دي يعني ايه؟ منحى، يعني ده اسم مكان بس جاي ايه؟ جمع. مناحي جمع منحى، اسم مكان جاي جمع. مدارس، خلاص تتعلم في مدارس، يبقى ده برضه اسم مكان من غير ايه؟ اسم مكان جاء جمع. طيب تعال معانا للجزئيه الاخيره في الدرس، اعمال المشتقات. اسم الفاعل يعمل عمل فعل ولذلك حالتان. خلي بالك اسم الفاعل لو فعل فلان بيعمل عمل الفعل بلا شروط، يعني كان الجمله موجود فيها فعل. لما اقول احب الفاهم درسه، يعني احب الذي يفهم درسه. الذي يفهم بيفهم ايه؟ الدرس. يبقى هنا الدرس معمول اسم الفاعل وهيتعرف مفعول به. السؤال هيجي في الاختيارات، هو الفهم دي اسم فاعل عامل ايه؟ وهيجيب لي اختيارات كتير من ضمنها ان اسم الفاعل في الف ولام، فقلت اسم فاعل عامل لانه جاء معرفا بالالف. طيب يعمل اسم الفاعل لو كان مجرد من الف شرطين، ان يكون نكره منونه، نكره منونه عليها تنوين تدل على الحال او المستقبل، وان يسبقها واحد مما يلي: اداه استفهام، اداه نفي، اداه نداء، مبتدا، موصوف، صاحب حال. تعال للمثال الاول: هل فاهم محمد درسه؟ اسم الفاعل فاهم، معمول محمد ودرسه، الاعراب فاهم مبتدا مرفوع على مقرفه الضمه الظاهره، محمد فاعل مرفوع بالضمه الظاهره سد مسد الخبر، ودروسه مفعول به. ما مهمل محمد، من اللي بيهمل محمد؟ انا بلغي الاهمال عن محمد، بقول مهمل مبتدا، محمد فاعل سد مسد الخبر، ودروسه مفعول به، والهاء ضمير متصل في محل جر مضاف اليه. اداه نداء، هنا اداه النداء لما اقول يا مطيعا، يا مطيعا، مطيعا منادى منصوب، تمام؟ مطيع مين؟ ربه، يبقى رب ديت مفعول به منصوب، رب مضاف والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. المؤمن مطيع ربه، المؤمن مطيع
مبتدا مطيع خبر رب مفعول به منصوب يبقى معقول اسم الفاعل هنا اللي هو رب جاء رجل راكب سياره اسم الفاعل راكب ومعمول اسم الفاعل هنا سياره طيارة مفعول به جاء الرجل راكبا سياره جاء فعل ماض مبني فعل ماض مبني على الفتح الرجل فاعل مرفوع على رفعه الضمه راكبا حال سياره مفعول به لاسم الفاعل العامل عمل فعله نخلي بالنا من حاجه لو جبنا جعل وجبنا منها اسم فاعل فقلنا الاب جاعل هدفه اسعاد ابنائه اسم الفاعل جاعل بينصب مفعولين كده علشان هو ماخوذ من فعل بينصب مفعولين الاعراب يكون ايه يا جماعه الاب مبتدا وجاعل خبر هدفه مفعول به اول اسعاد مفعول به ثاني وابناؤه مضاف اليه بكده نكون انتهينا من الدرس ده الحلقه القادمه قدر الله لنا اللقاء والبقاء سوف نتحدث عن اعمال صيغ المبالغه واعمال اسم المفعول وحالات اسم التفضيل بكده نكون خلصنا حصتنا دمتم في رعايه الله وامنه اعزائي الطلاب والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.